كاسحة الزلازل. تركيا تطور أضخم مقاتلة مسيرة بقدرات جديدة. في تطور غير مسبوق وللمرة الأولى، أعلنت صناعات الدفاع التركية تطوير المقاتلة أكسام سونغور، والتي تم دمجها بقاعدة مدنية في إجراء هو الأول في تاريخ تركيا. ووفق أحدث المعلومات، تم دمج محطة قاعدة مدنية في منصة أكسونغور للمركبات الجوية غير المأهولة UAV التي طورتها شركة توساش تركيش أيروسبيس إندستريز، باعتبارها أول طائرة بدون طيار ذات محركين في تركيا مطورة بقدرات جديدة. هذه القدرات تمنحها إمكانية إجراء مكالمات هاتفية محمولة دون انقطاع عبر محطة قاعدة مدنية مدمجة في المنصة، والتي تبلغ حمولتها 750 كيلوغراماً. بفضل هذه القدرة التي تم تحقيقها من خلال دعم البيانات المتنقلة المقدم من تركسل، جرى الانتهاء من الاختبارات الأولى بنجاح، لتكون أكسام سونغور قادرة على العمل كمحطة أساسية بالإضافة إلى أنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في حالات الكوارث مثل الحرائق والزلازل التي تعاني منها تركيا. من جانبه، قال المدير العام لشركة توساش تيميل كوتيل: لقد أضفنا بعدا جديدا للتواصل الشامل مع المحطة الأساسية المدمجة في أكسام سونغور. مع هذه الإمكانية التي ستسمح بالاتصال المحمول غير المنقطع في حالات الكوارث، ستكون المقاتلة قادرة على توفير الدعم الجوي كمحطة مدنية جوية متنقلة. يمكن للطائرة أكسونغور UAV إجراء عمليات نوعية طويلة المدى حتى ارتفاع 40,000 قدم، وأن تعمل بأحمال مدنية وعسكرية باستخدام رادارات تصوير مثل الأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية وسار وسيجنت. أكسام سونغور المدنية سيتم تسليمها للمديرية العامة للغابات للقيام بمهام الكشف عن الحرائق والمراقبة أثناء الزلازل وبعدها.